السعودي حكينا على مباراة الاتفاق والاتحاد، هلا في مباراة ثانية استقبل النصر الوصيف والباحث عن تقليص الفارق مع المتصدر الهلال، استقبل الأخدود 16. حمادي كركب رقم 8 عبد المجيد الصيد. في الأول بارك تركيز شديد وابتسامة تعكس ثقة وأجواء مرحة في انتظار إضافة 3 نقاط جديدة للرصيد المشتعل. إراحة لأسماء كثيرة في مباراة بدت منذ البداية فرصة مثالية للإعداد للأسيوية وللدربي المنتظر. يا لها من كرة ويا لها من لعبة. النصر دخل مسيطرا جاهزا لعزف منفرد وممتع أمام الأخدود السعي للهروب من مناطق الخطر. أقل من ربع ساعة احتاجها العالمي للاحتفال بهدف جميل حمل توقيع الغنام في الصناعة والنجعي في هز الشباك. سامي النجعي سجل هذا الموسم في الكأس لكنه في الدوري احتفل للمرة الأولى. الأخدود طلب بركلة جزاء لكن العودة للفار أوضحت أن الفرصة مسبوقة بالتسلل. توامبا وقع في بداية الموسم على هزيمة النصر الثانية أمام التعاون لكنه مع الأخدود تلقى الإنذار. التقدم بهدف واحد غير مطمئن خاصة وأن التوفيق عاند تاليسكا. أما الدون ومدربه فيتناقشان حول سبل مضاعفة التقدم وتوامبا ينجو من الصفراء الثانية. لويس كاسترو اختار تعزيز الصفوف الثاني لتفادي المفاجآت، أما النجاعة التي أسعدت النجعي فعاندت كريستيانو رونالدو. عندما تكون CR7 وتعاندك الكرة فلن تستسلم بعد فرص عديدة وهدف ملغى. بينما الكرة هذه خطيرة، لا 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 رونالدو، لا 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 الهدف يلغى، الهدف يلغى يا رونالدو. عندما تكون أسطورة فلن يقف في وجهك حارس متألق، ولا دقائق تمر سريعة ولا تقدم في العمر، فالأساطير ترفض رمي المنديل وتجبر العالم كله أن يصفق ويثني وينبهر أكثر وأكثر. في التغزل بالدون قالوا إنه قدوة في كل شيء، مهارات وقتالية وعطاء بلا حدود وسعي متواصل ليكون الأفضل وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه. لا تشبع أبدا تغطي، فقط مزيد من الإبداع عداد ترتفع ولا تدع. من هدف يا رونالدو أهم شيء بالنسبة لنا كان نقاط المباراة الثلاث، ولكننا امتعنا جماهيرنا بأداء رائع. بس بعد طبيعة الست نقاط في البداية بقينا نجري علشان نلحق بالمرتبة الأولى. ميجمو تندو ان 19 جوغوش 18 فيتورياش. حتى مع 19 مباراة 18 قدرنا ننزل الفرق نقطة ليش احنا تفكينا الحين بتقليص النقاط. قدمنا مباراة كبيرة، اللهم لك الحمد، كنا محتاجين 3 نقاط اهم يعني شيء، لان عندنا مباراتين مهمة والحمد لله توجنا 3 نقاط وهذا اهم شيء. ألف مبروك للنصر، هارد لك للأخدود. وأبو سلطان يعني الإمتاع الإبداع الإقناع كله صناعة نصراوية اليوم.
رغم انه يعني افضل يمكن لاعبين او من الافضل بروزوفيتش وساديو ماني على دكه البدلاء، بعد التوقف دائما يا ابو كرم يكون هناك فيه يعني شوي خلل في المنظومه. اليوم شفنا نادي النصر يعني اوتافيو اليوم يقدم هندسه في الوسط، الغنام ما شاء الله عليه يعني يصل الى المرمى اكثر من مره وهو اللي صنع الهدف الاول. الدون صعب انك تشرح حالته، ضيع فرصتين محققه، سجل هدف تم الغاء او فعلا تسلل الغاء صحيح، هدف ثالث عالمي شفت اكثر معلق خاصة برازيلي برتغالي يتغنون وكأنه الهدف هدف بطولة يعني أوروبية أو قارية. الشيء اللي أسعدني يا أبو كرم اليوم عودة الحكم السعودي، كان يعني الكل مستغرب من عودة الحكم، اليوم الحكم سجل نجاح مع زملائه، فأقول مبروك للنصر هادرك الخدود. عمار مصطفى، أجمل شيء بالنسبة لي أنا كمن نادي النصر أنه اللعيبة السعوديين مستواهم يعني صاير نجعي اليوم. انت عم تحكي على 6 لاعبين مواطنين موجودين، انت عم تحكي على غريب سامي النجعي، حتى عبد الله العمري كيف رجع مع محمد الفتيل. دائما نحن كنا نقول انه مشكله النصر هي في اللعيبه المحليين او السعوديين، وقت حتى عمل التبديل نزل ايمن يحيى، ويعني فريق سلطان الغنام عم يقدم موسم استثنائي متعب صراحه للنصر. والدون مصطفى يعني كريستيانو عم يعطي شغف للاعبين، صحيح عمره 39 سنه، وحكينا انا وانت تحت الهواء انه قديش مبسوط، يعني هذا الشيء عم يخلي اللعيبه صغار يشوفوا انه لاعب بكل هالعمر وقت عم يقدر يجيب جول كيف عم يفرح. يعني هذا كله دروس. يعني انت كمان سوري عندك محمد مران كان على الخط، يعني عندك لعيبه اليوم بنادي النصر عملوا اساس كثير 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 كبير. يعني احلى شيء وليد عبد الله حبيبي وليد كنت بدي اقول لك احلى شيء وليد دائما موجود في مباراه